مشاهدينا الكرام، جولة إخبارية جديدة من البوابة نيوز، أهلا بكم. ونبدأها بأهم الأخبار المحلية والعربية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نظيره الفيتنامي تران دي كوانغ بمقر الرئاسة الجمهورية لبحث تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في الاقتصاد والتجارة والاستثمار. وشهد الرئيسان مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمار وعدد من القطاعات الأخرى، وذلك عقب انتهاء جلسة المباحثات بين الرئيسين بمقر رئاسة الجمهورية. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا عن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء خلال العملية الشاملة سيناء 2018 عن شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وكلف مدبولي باستمرار تقديم الدعم الكامل للأهالي في شمال سيناء، مشيدا بتعاون وتنسيق مختلف الجهات بالدولة في تقديم الخدمات المطلوبة. أكدت مصادر عسكرية يمنية اليوم أن قوات الجيش اليمني فرضت سيطرتها على مواقع الميليشيات الحوثي في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وقالت إنه تم الانتهاء من تمشيط تلك المواقع والتأكد من عدم وجود الألغام فيها. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية الخاصة. وأفادت مصادر مقدسية إن 78 مستوطناً و17 شرطياً برفقة ضابط إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في بيحاته بحراسة أمنية مشددة وسط تلقيهم شروحات عن الهيكل المزعوم. قالت الرئاسة التركية اليوم إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور إيران في 7 سبتمبر في زيارة من المتوقع أن تشمل عقد قمة ثلاثية مع الزعيمين الروسي والإيراني. وقال الكرملين قبل نحو أسبوعين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في اجتماع مع أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في أوائل سبتمبر. ورياضيا، نفى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ما تم تداوله من خطاب مزور باسم رئيس الجبلية بخصوص أزمة محمد صلاح وتحويله إلى لجنة الانضباط، وأنه لم يصدر بيان رسمي عن مجلس الإدارة أو مدير الاتحاد أو إدارة الإعلام حتى الآن، مؤكدا أن مسؤول اتحاد الكرة في كل الأحوال يحترم كل لاعب المنتخب. وفنياً، أصدر مكتب المدعي العام في دغاجاني وجنوب شرق فرنسا أول بيان رسمي يؤكد اعتقال المطرب المغربي سعد المجرد على خلفية شكوى بحقه من فتاة اتهمته بالاعتداء عليها يوم السبت الماضي. وكشف البيان أن المجرد تحت الحراسة منذ صباح أمس لحين عرضه على المدعي العام الفرنسي. للمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا www.البوابة نيوز.com. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.